نروحوا المترة في المحلل. كان عندك تصريح مؤخرا صنع شوية جدل وين انتقدت الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة صديقك في مع الزميل شيخي. نعم. في ليميسيون كنت هضرتوا على المنتخب الوطني المحلي وكنت قلت باللي ما عجبتنيش لا ديكلاراسيون تاعه في الكونفيرونس دو بريس لافيت على فينال. ماشي لافيت على فينال، بعد مباراة النيجر. بعد لافيت على فينال يعني في الدومي فينال في نصف النهائي. دا كونفيرونس مور نيجر. نعم مور نيجر. قلت باللي ماشي وقتها نهضر علاش ما عجبتنيش، يجي وقتها اللي نهضر. يبان لي راك في كابوتشينو. قلنا علاش انتقدت بوقرة واش ما عجبكش في الهضره اللي هضرها بعد الفوز 5-0 امام النيجر. حتى وان حنزيد نتكلم عليها تكلمت عليها في هذيك الحصه، زدت تكلمت عليها تما، لان ماشي انتقاد، هذا مجرد راي شخصي. وبوقرة صديقي مقرب وناخب وطني لاعطى يعني للمنتخب المحلي. انا كي ما عجبنيش هذاك الكلام، هذا مجرد راي تاعي. ولازم الناس يفهموا علاش ما عجبنيش هذاك الكلام، لان هذاك الكلام انا بين لي ان بوقرة ما راهوش راح يكون على راس هذا المنتخب، وهذا المنتخب في الوقت الحالي يحتاج المدرب. ما انت حسيت باللي حكى على لافونير تاعو في ليكيب ناسيونال لافيت على فينال سيتي با المومون، سيتي وقتها سيتي با المومون لافيت على فينال. وثاني شيء ماذا بيا هو يريح بالعكس. يعني الناس بالك ما فهمتش التصريحات تاعك. ماشي الناس ما فهمتش، الناس دوكم فهمت. دوك درك الجماهير من حقهم يعني الناس من حقهم يمدوا رايهم. هذا مجرد راي. وانت راك وضحت اليوم في باب كابوتشينو طبيعه هذا التصريح. هذا اسمح لي هذا التصريح هذا بوقرة، اسمح لي ما نطولش عليك. بوقرة هو ناخب وطني، انا ماذا بيا البروجي المشروع الرياضي تاع المحلي، انا ماذا بيا هو يريح. كي قال لهم على كي قال لهم 4 سنوات وخمس سنوات، يعني دوك بوقرة احنا ماناش نقولوا بالماضي راهو في المنتخب الاول، هذا شيء مفروغ منه وان شاء الله يوفق في المهام ديالو. مسح البوقرة انا تمنيت يكون في على راس المنتخب المحلي لفترات اخرى، والذهاب تاعو راح يدير مشكل يعني في المنتخب المحلي. مانيش نقول لك يقدروا يلقاو مدرب ويكون على راس هذا المنتخب. راك وضحت الصوره اليوم.